واو 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 طرح سخن، الطرح سخن وديال بصح. عاجل عاجل عاجل، رسميا توضعوا جوج شكايات البارح بشنيتيكا والسريعه غير البارح في مدينه فاس، رسميا جوج شكايات وبالادله، داكشي بالادله وبالبروف وكلشي متيليشارجي وجميع الوثائق محطوطه في الشكايه بالادله. توضعوا البارح جوج شكايات، واحدة بالسريعة واحدة بشنيتيكا. شتا شنيتيكا؟ كنا كنقولك بعدي راسك من المشاكل، بعدي راسك راه غتزيدك السريعة المحاكم، هاد السيدة ما غتمشي تجرك معاها، ولكن ولكن فهمتي الميساج معطلة بزاف، فهمتي الميساج معطلة بزاف للأسف، تعطلتي تابا كتصيفطي في لاكارت ديالك الهادي وتصيفطي الهادي وتصيفطي الهادي. المهم شكايات جداد اخوتي ومعطيات جديدة وكواليس جديدة. خليكم معايا في الفيديو غنطرقوا بزاف ديال المسائل. السلام عليكم المشاهدين الاعزاء، صباح النور صباح الورد وصباح الياسمين، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي اتم الصحة والعافية، لا نتوما لا الناس الاعزاء عليكم. كنتمنى المهمات ديالي خوتي وخواتاتي ما تنسونيش من اللايكات ديالكم ودبروا يدك التعاليق الزوينين اللي جات على خاطركم والقليبات ديالكم والورود ديالكم، والله يخليكم ليا تاج فوق الراس، والله يرحم لكم الوالدين. شكرا على الوفاء ديالكم، شكرا على الدعم ديالكم، شكرا على الدعوات ديالكم، شكرا على الكلمه الطيبه اللي كتقولوا في حقي، الله يرحم لكم الوالدين والله يكثر خيركم. قبل ما ندوز الموضوع ديال الشكايات اللي توضعوا بالسريعه وبشنيتيكا، غادي نجاوب واحد السيده بالزربه، هذيك هذيك القرقوري ولا القرقوري ولا لاسميت باباها، غتدخلي سوق راسك ولا لا؟ غتشد تكمشي تدخلي سوق راسك ولا غتجري سنتي في المحاكم وغادي تدخلي سوق راسك؟ لانك باش كتخرجي خلي الكواليس، ما نهضرش على الكواليس ديالك انت، الكواليس شغلك هذاك هضري في الخاص، ولكن باش تبقاي تخرجي وتجاوبي مع القنوات اللي كيعايروا في السريعه وتنعتيهم بالكلاب وتعايري وتحلي فمك، راك غتبدي واحد النحل على راسك. مرا درويشه باغا تخدمي على راسك، خدمي على راسك، دايرينك عائله المفرقع جفاف ديالهم كتجف كيجفوا بك كما بغاو رجليهم هما، ما تجيش تجيبي تصارع على القنوات اللي مع السعاد وعلى السعاد، دخلي سوق راسك. انا كنتبرى منك، دخلي سوق راسك، راه والله القسم ما كنبغيش نهضر عليك، كنقول خلي الزمره باغا الدعم، خلي الزمره باغا تدبر على راسها الله يعاونها، ولكن دخلي سوق راسك. التيكي ديال المحل الخديدي دل، والله الله ينعلبوا الفلوس اللي غيدلوني لهاد الدرجه، والله ينعلبوها الدعم اللي غيدلني لهاد الدرجه. جيت تما يبقى يحرجوا عليك جالس تما في خادم قد العوده، وحده تنسيك في وحده وتبقى تسخر عليهم، وانت ملي كتجي وانت دايره الطابليه وتصيحي وتحكي الكوانات وديري هادي لله في سبيل الله، مقابل الدعم، مقابل الدعم دخلي سوق راسك الله يرحم لك الوالدين. راه ما كاينش الكلاب، راه فيا ما نقول لك راك انت هي اكبر كلبه وانت هي بغا نعطيك للراس، ولكن كنحترم السن ديالك، سيري دخلي سوق راسك وبركه من الحس الكابه، بركه من الحس الكابه، سيري دخلي سوق راسك، حول ربي ما مسهلش عليك يا ربي، اسمح لي ما خليتي تلصقتي في البعراويه تعيتي، ما خليتي القنوات كتلصقي عليهم بداك الدل اللي فك وكطيحي القيمه ديالك، كنتي بنادم بحال عادتي اللي كتعرفي تشقاي، بحال عادتي اللي عندك الدراع، مشيت بقيت تخملي ويدلوا فك كيما بغاو مقابل الدعم، وتخرجي تعيطي صحاب القنوات الطاولي على القنوات اللي مع السعاد، راه انا دروك راه غيطحطحوك، راه والله والله القسم الا كيحشموا على الوضعيه ديالك انت، كيقولوا حقك خلي الزمره تدبر لها راسها، خلي الزمره باغا الدعم، خلي الزمره صاب لا ما ندويو عليها كنتفاداوك، فلهذا دخلي سوق راسك. انا تبريت منك، راه كاين الاوديوات ديالك انت وكاين بزاف ديال الحوايج ديالك انت اللي مخرجه على هاد الاسره المشوهه، ما كنبغيوش نهضروا في التفاصيل. هو سيري الخير اللي دات اللي دات المحسنه من السريعه راه غادي منها حتى انت، هاد السريعه راه غتغرقك. انا تبريت منك وصيفطت لك هاد الميساج القرقوري ولا سميتك ولا الباكوري ولا الزعتوري، سيري تكمشي دخلي سوق راسك واحد شويه، خدامه على وليداتك خدمي الله يعاونك والله يسهل عليك، ولكن دخل سوق راسي، نعرف اش كنخرج من داك من دقمي، تخلاو الشماليين من بقك، دخلي سوق راسك وجمعي داك الدقم عندك، جمعي فمك واحد شويه. شحال من واحد خرج عليه فمو، شحال من واحد لقاها كيطرطر تخرج عليه فمو. انا هاد الميساج صيفطتو لك ميساج اونفوي، عارفك كتفرجي في القنوات. دابا غندوزو للموضوع ديال الشكايات اللي توضعوا البارح رسميا بالسريعه وبشنيتيكا. كما شفتو البارح المحسنه مشات لفاس، راه كاينه فاس، تلاقات مع شي ناس البارح، توضعت الشكاية بالسريعة تشهير ونصب الاحتيال، وزائد حيت السيدة خرجت قالت لك أن المحسنة صورتها فيديوهات حقا أنا هذه فيديوهات ديالي كاينين، مع العلم أن السيدة ما دايرة لا كاميرات في الدار لا والو،
سيده ما دايره الكاميرات، ما خرجوا فيديوهات، ما حتى حاجه. الساعات خارجه كتقول لك السيده صورتني، واتهمت السيده باتهامات، دارت السيده مشاكل مع الزوج ديالها مع العائله ديالها. ففعلا انا تاكدت ان السيده دارت بها شكايه، وعلى ما سمعت ان حتى المحامي ديال بوكريشه سابقا سميتو السيد داودي، تحيه لي من هذا الفيديو، حتى هو قضى الاجراءات اللازمه مع السريعه. كتجريو على كتجريو كيجريو باغي نمشيو للحبس. هاد الناس ما فهمتش اخوتي، كيجريو فواحد الدوامه باغي يدخلوا للحبس باي طريقه. السيده انت ما متاكداش انها مصوراك، ما شتي كاميرا، ما شتي فيديو بعينيك، خارجه كتقولي لا صورتني المحلابه المنبانه، ما خليتي ما قلتي فيها. انا ما كنتعاطف لا مع هذه لا مع هذه، بجوج كنتقدم ان السيده صوراتك، وحطيت بها الدليل على ان هاد السيده صوراتك اللي شوهتي السمعه ديالها، كتقولي صورتني وكتبتزني ودارت ليا وفيديوهات، مع العلم انك تي مشيتي حاجه بعينيك. السيده هي قالت لك نطالبوا بالخبره على الهاتف ديالي، واش كاين شي فيديو خرج من التليفون ديالي، يجيو الناس يشوفوا داري واش كاين فيها شي كاميرا، ولا عمرها كانت فيها شي كاميرا اللي كتخرجي كتقولي، وانت اللي خرجتي باش تعرفي راسك متناقضه. دابا انت اللي خرجتي اول مره كتقولي وكاع الا صوروني شنو غادي يكون، الا صوروني كنت لابسه الشورت ولابسه هذه، انت قلتي شنو كاين اش كنتي لابسه، حتى شي واحد ما قالكش كنتي لابسه. انت درتي باغا ديري البوز باي طريقه، باغا باي طريقه تدخلي الادسنس، ولكن راك تضري ناس اثنين اخرين. الا كنتي انت ما عندكش الشرف وما عندكش الاخلاق وما عندكش العائله وما عندكش الزوج المحافظ اللي غادي يغير عليك وعلى الشرف ديالك، كاين الناس محصنات، كاين الناس ما باغاش هاد المشاكل وما باغاش هاد الشوهه. الناس كابرين في الحشمه وفي الحياه وفي العراض، الا كنتي انت مشوهه ديال الخلق كاين الناس كيحشموا على عرادهم. سمعتيني السريعة السريع. والله القسم اخوتي الا شكايات بالعرام على السريعه. هاد السيده ما عرفتش فين باغا توصل، الشكايه ديال المحسنه، الشكايه ديال واش المحسنه حاطه الادله وكل شيء، راه كيتسمى نصب احتيال، راكم نصبتوا عليها وخطاتكم هي الفلوس، الفلوس عطاتهم لكم هي هي بالاراده ديالها، ولكن راكم خرجتوا كتبكي وقال لا وعاونونا وحنا ما عندناش، مع العلم انكم نتوما عندكم الفلوس. شحال كتدخلوا الزباب ديال الفلوس وكتخرجوا كتبكي، وهذا راه نصب، حتى هو كتستغلوا العاطفه ديال الناس باش كتنصبوا عليهم. كتخرجي كتبكي وكتشكي انا ما عديش وانا هادي وانا هادي، ومشكله باش قلت لكم شنو نتي كتحطت بها الشكايه، لان المشكله هي شنو نتي كانت كتشد لاكارت ناسيونال ديالها. على السريعه خبيثه، على السريعه كتجر معاه بزاف ديال الناس، كدورهم بيه وكنقول هاد الزعتوري ردي بالك. انا كنورجي لك رسائل والله القسم الا ما بغيتكش تمشي فيها، لكن قول هاد السيده صافي باغا عدام باغا تخدم على راسها الله يعاونها، ردي بالك من السريعه. راه كاين شي كواليس، راه بلا ما نصرح بكل شيء، ولكن ردي بالك من السريعه لا تصيفط في شي عودي تطاعها هابط المحاكم، عاد عودي غادا شهود غادا بزاف ديال الحوايج، خليني ساكت. دابا الشكايات وضعات، ايوا ملي غتمشي شنو نتيكا غدير لك، اودي شنو نتيكا انت اللي كتشدي الفلوس مع هاد المحسنين، غيشوفوا الخبره على الكونت ديالك شحال عندك ديال الفلوس وشحال كتدخلي من هاد القناه. ملي غيلقاو عندك انت كتشدي جوج ثلاثة أربعة في الشهر، اودي شنو نتيكا من اين لك هذا؟ علاش كيصيفطوا لك هاد الناس فلوس؟ علاش انت عندك انت كتنصبي على الناس، غتعودي غادا تجيب تهمة النصب والاحتيال على الناس، على كبرك غتعودي تجرزي في المحاكم، على كبرك هاد الذنوب ديال السعاد دوك يخرجوا فيكم الله يسر. اما الناس اللي معاكم كلشي الله يسر تقلب عليكم، بزاف ديال الناس انا شي ناس في الخفاء كاع مقلوبين عليهم، من غير هاد المحسنه دابا المشكله، من غير هاد المحسنه اللي بانت كاين محسنين اخرى. انت هما اللي باغي نقول لك علاش هاد السيده كتكذب علينا، ما كانوش عارفين ان هاد بوكريشه وربيعته كيدخل فلوس صحيحه، قالك علاش نصبوا علينا وضحكوا علينا. حيت بزاف ديال الناس جاو الملف حتى الاخر، ملي جاو لقاو السريعه كتبكي والعاقه كتبكي، وحنا ما عدناش وحنا المحامي وحنا هذه تقارنا وشنو نتي كتبكي، تعاطفوا معاه ما عارفينش القضيه شنو فيها. علاش كنقول لكم اللي بغى يصيفط فلوسو يعرف فين يصيفط، يعرف فين يصيفط فلوسو، ماشي كاع اللي خرج كيبكي راه نتيقو. راه دابا ولا بزاف نصابه، ولا بزاف البنادم اللي كيستغل القلوب الرحيمه والقلوب الضعيفه كينوض ينصب عليهم. تا غتعودو جايين من اوروبا دايرين شكايات بهادو كل المحامين وفلوس اخترنا على الخوا الخاوي، يلا وات كاع عادي دابا من اين لك هذا. كل محاسبة في هاد الشهر تسعود، بزاف ديال القنوات وبزاف ديال القنوات مع بوكريشة تا هما غيتجرو بزاف ديال الحوايج وبزاف ديال الاجراءات، راه غير هداك طلوع على هبوط المحاكم راه تا واحد ما يبغيه. كتبقاو غادا معاك كطبلو عا كطرطو عا جيب فم وقولو هادي ومعاونين هادي ونصاوب من هادي تجتو الربحة. المهم خوتي هذا هو لا فيديو، كنتمنى متنساونيش من لايكات ديالكم والتعاليق والبارطاج،
إلى فيديو قادم إن شاء الله. تحياتي لكم، نهاركم مبروك.